حسن عليكم، أما بارح رحت إقبض المرتب أن معايا فيسا البنك لهلا المهم بلاش طول عليكم قول طول نعم المهم لقيت عشان انهارده الناس زحمه عشان بتقبض المعاش رحت بنك إسكندريه هيخصم 5 جنيه قلت مش مهم أن غني المهم بسحب 2000 جنيه المكن طلعت 1500 جنيه بس وجدنا رساله أن تم خصم 2000 جنيه بس كده يعمل إيه بقى.